التفاصيل الكاملة لحبس محمد رمضان في قضية الطيار الموقوف، وهذا ما فعله نمبر وان. بعد ساعات قليلة من صدور حكم الحبس لمدة سنة للفنان محمد رمضان، احتل اسمه الأكثر بحثاً وتداولاً على محركات البحث وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية القضية المعروفة إعلامياً الطيار الموقوف. وقضت محكمة جناح الدقي بحبس الفنان محمد رمضان سنة وكفالة 10,000 جنيه وغرامة 20,000 جنيه في اتهامه بنشر فيديوهات على موقع الإنترنت تمس وتسيء إلى الطيار أشرف أبو اليسر المعروف إعلامياً بالطيار الموقوف. وشغلت قضية الممثل المغرور والطيار أشرف أبو اليسر الرأي العام طيلة 5 شهور الماضية، إلى أن جاء قرار المحكمة، حيث بدأت الأزمة في فبراير 2019 عندما نشر محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه على إنستغرام ظهر فيه جالساً داخل كابينة قيادة طائرة أثناء رحلة جوية ومتحدثاً مع الكابتن الطيار، وحاول الإيحاء بأنه هو من يقود الطائرة في مخالفة واضحة لقوانين الطيران المدني التي تحظر دخول ركاب الكابينة أو التعامل مع قائد الطائرة أو مساعده. وقال محمد رمضان في مقطع الفيديو: في تجربة هي الأولى من نوعها، سنقوم بقيادة الطائرة. نشر الفيديو أثار ردود فعل غاضبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما جعل وزارة الطيران المدني تتخذ إجراءات عقابية ضد الطيار الذي كان بجوار رمضان وظهر في مقطع الفيديو المنشور. وقالت الوزارة في بيان إنها أجرت تحقيقاً تبين من خلاله ثبوت ما ورد بالمقطع الذي نشره رمضان وتظاهره بتولي القيادة بالمخالفة لقواعد الطيران المدنية، وقررت الوزارة إلغاء رخصة الطيار وسحبها مدى الحياة وعدم توليه مستقبلاً أي أعمال تخص الطيران المدني سواء إدارية أو فنية، وسحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام. ودفع رمضان في تصريحات تلفزيونية عن موقفه قائلا إنه لم يكذب عندما قال إن قائد الطائرة كان على علم بأن هناك تصوير وإنه لم يكن يعرف قوانين الطيران المدني. وبعد تطور كبير في أحداث القضية، أقام محامي أبو اليسر 3 دعاوى قضائية متهم محمد رمضان بالسب والقذف ومطالبا بتعويض مالي، بعدما أعلن الأخير في إحدى الفضائيات أنه عرض على الطيار مبلغا ماليا كترضية بعد فصله من العمل. وقال أبو اليسر في تصريحات سابقة: أنا لم ألجأ إلى القضاء إلا بعد أن أصابني اليأس من محمد رمضان بعد التواصل معه لمدة 5 أشهر. وأضاف أبو اليسر: أنا مجريش ورا حد وأقول له كل شهر اديني فلوس. وعقب صدور الحكم ضد محمد رمضان، أعرب الطيار أشرف أبو اليسر عن سعادته قائلا: الحمد لله على كل شيء، بشكر القضاء المصري جدا جدا اللي لا يشك أي مخلوق في قيمته ونزاهته وفي قاماته الجميلة. وأضاف أبو اليسر في مقطع فيديو نشره على فيسبوك: الحمد لله على الحكم اللي صدر، بشكر جميع الناس اللي من أقصى شمال مصر وجنوبها وشرقها وغربها، وناس من أسوان ومرسى مطروح ومن شرم الشيخ والإسماعيلية، ناس متعاطفين وتفهمت الموضوع، وبشكر الصحافة والإعلام. فيما تجاهل الفنان محمد رمضان التعليق على صدور حكم بحبسه لمدة سنة، حيث قام بنشر مقطع فيديو ظهر خلاله في البحر خلال استمتاعه بقضاء عطلته الصيفية في مدينة العالمين الجديدة بالساحل الشمالي، وعلق: شكرا ل14 مليون متابع.